أحدهم اتصل علي قال يا شيخ أنا خايف بكرة بيحققون معي ويمكن يفصلوني ويمكن. قلت خايف من من؟ قال مديرنا يا شيخ شراني ونظامي وأنا أخطأت والله ضاقت الأرض. قلت ضاقت الأرض وربك معك وانت الآن في الثلث الأخير من الليل وقد تنزل نزولا يليق بجلاله يا أخي هذه قلة حياة. معك رب نازل يقول هل من سائل فأعطيه وقعد تدق على شيخ يا أخي أنا وش أسوي لك؟ لو تبي سلف 5 ريال يمكن ما أعطيك لكن هذا يعطيك الفرج من كل طريق. قال ماذا أصنع؟ قلت الوضوء. عندك ماء؟ فضحك قال يا أحد ما عنده ماء يا شيخ. قلت توضأ يا أخي الحبيب وكبر وصل ونم بعدها. فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واسأله أنت مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ورح بكرة أقسم بالله مع طلوع الفجر يتبدد ظلام مشكلتك. فدق بعد الظهر قال والله إن المدير يتلاطف معي ويقول والله إني أظني خوفتك فزعتك هذه ترقية وخلك مدير مكتبي. ما شاء الله صرت جنب الخزان يعني صرت جنب الموية. أول كان يخشى أن يقطع رزقه فصار جنب صاحب قرار والقرار بيد الله. ما نقول القصة دي عشان ما نحتاج قصص حتى نؤمن أن الله يفرج الكرب. إذا من آثار اليأس والقنوط تكذيب لله. ولذلك بل قال بعض أهل العلم إن اليأس من رحمة الله من باب التكذيب بربوبية الله. مكذب هذا رب. الرب يرحم من يربيهم ولا لا؟ الأم ليه أم؟ ليه أم حبيبي؟ يقولون ربة منزل مربية. أمي حلوة اللبن قرة عيني. أمي لو ضربتني ما ألذ من ضربها. لو شتمتني ما. ولذلك لو شتمت أمك ما تروح تقول للناس أهانتني أمي. أكرمتني أمي يوم أن شتمتني. جميل هذا رحمتها. هذا ربك وهو رب العالمين. هذا الذي ما بنا من نعمة إلا منه. أمي أخرجتني من رحمها إلى الدنيا وربي يخرجني من النار إلى الجنة. أحبه. ولذلك من أحب الله والله ما ييأس. أنا أحبه. ولهذا تلاحظون اللي مخاطبين أول ما يخطب الشاب البنت ثم يعقد عليها قبل العقد لا يجوز أن يكلمها وبعد ما يعقد عليها يتصل. أحيانا بعض النساء تشتمه اقلب وجهك. قال هذا أجمل سمفونية سمعتها في الحياة. اقلب وجهك جميلة. لماذا يستلذ بشتمها؟ واقلب وجهك يا ابو فلان ولا اشوفك وانت كذاب. وسلام يا اجمل اجمل موشحي مدح سمعته. وبعد يومين تقوم الحرب العالمية الثالثة بعد الزواج. ولذلك تجد انه يتلذذ بشتمها احيانا. انا ابغى تشحن لي 20 يكفي. قال والله 200 يا ها. وبعد ما يتزوج ياخذ جوالها يبيعه جزاه الله خير. عموما اعود فاقول إذا أحببنا الإنسان قبلنا منه كل آلام وكل شتم. ها أحبك يا أخي. ولذلك إذا أحببتك افعل ما شاء. أن تحب الله طيب أنت عبده وهو ربك. أنت عبد وهو معبود. يا أخي استسلم له وتلذذ بأخذه. ولذلك الرضا في قلب المأخوذ منه. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله أحبابي صلاتنا قيامنا تلاوتنا حجنا عمرتنا لربما لا تقودنا إلى جنان ربنا. إنما الصبر على الآلام ونحن نحب الرحمن تبلغنا أعالي الجنان.